ده وهمي. ممثل؟ كانش على ايامي. بقى وجهك حلو على كل الناس اللي حبيتهم من قبل. اللي اتوهمت ان انا حبيتهم. انت كنت صح على فكره. احنا بنكذب على نفسنا. ايه بس انا ما صدقتك. اتفضل. شكرا. بس هو كده. ولا بالعقل ولا بالقلب في حياة اسمها حب. محمود أنا كنت متخيلة إن أنا بحبه حب، إن أنا مقدرش أعيش يوم من غيره، وهو أديني بتفرج على صوره كأني بتفرج على صور أي ممثل أنا معرفوش. ويوسف أنا أخدت قرار إن أنا عايزة أقضي معاه بقية عمري. أخدت قرار ده عن منطق وعقل. وطلع إيه؟ أي كلام. طب وأنا؟ أنا هغير أقوالي من امبارح للنهاردة ولا إيه؟ لا أنا قلت مثل ما اكتشفتي إنه اللي حبيتيهم كان حب وهم، تكتشفي إنه الأمان معي يعني بيسموه حب. افرض إن أنا طلبت طلاق من يوسف، ريجاردس إن ده هيبقى سبب صدمة فظيعة في حياته وهيعمل نفسه قلياني مش عارف السبب وهيتمسك بيا. عارف ليه؟ عشان المشروع لسه ما خلصش. هتعمل انت ايه بقى ساعتها؟ لما تلبس مشروع لوحدك انت وافقت عليه عشان خاطر عيوني. انت رح تطلب الطلاق؟ غالباً كده. بغض النظر انت مالك علاقة أبداً بالشراكة بيني وبين يوسف. أنا بزنس مان. أنا صحيح من أول ما شفتك اتعلقت فيكي وغرمت فيكي وقلبت على عبد الحليم حافظ، بس من هي أنا بزنس مان. أنا بعرف كيف مشي أموري مثل ما لازم وحل كل مشاكل شغلي. ما تعتديها. طب الله يكتر خيرك، ريحت لي ضميري. طب انت رايحي لي قلبي وقولي لي انه اسباب قرارك هي بتحبيني. بص هو انت السبب الرئيسي. اولا عشان انت وريتني ناحيه من يوسف انا ما كنتش متخيله ابدا ان هي كانت موجوده. وثانيا علشان اللي انت بتعمله لي اواني خلاني أحب نفسي تاني. عبي إنك تحبيني هيك؟ تشيرس.